حلقتنا الليلة أول مرة وحصريا غادي نحكي لكم حكاية على هذا الموضوع اللي عمرني ما تطرقت ليه. حلقتنا الليلة جريئة، تخيلي تكوني سنوات مع واحد الشخص من تحت سقف الخطوبة والزواج والحب، وفي الأخير تكتشفي باللي أنك كنت مخطط من المخططات باش يغطي بك هذا الشخص العيوب ديالو الفاضحة والكارثية واللي كينكرها ديننا الإسلامي قبل كل شيء. وفوق من هالشي باش يتبرأ من الفضائح ديالو غادي يتهمك بأبشع التهم. حكايتنا الليلة مقدمتها والعرض ديالها سلبيين وكارثيين، ولكن النهاية ديالها الحمد لله أنها كانت كرم كبير من عند مولانا وخير جزاء لصاحبة حكايتنا لأنها صبرات والتجأت لمولانا. ما تمشوفين خصكم ضروري تسمعوا الحكاية. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار حاب بزاف منكم تيقول لي الدار داري، وبطبيعه الحال الدار دارك. في حكايه الليله غادي نحكي لكم تفاصيل لا تناشئ الجمهور القاصر، واذا كنتوا وسط العائله ديالكم فمن الاحسن انكم عفاكم تسمعوها بوحدكم. انا راه كنحشم ولكن ما عندي ما ندير، غندوي في بزاف ديال البيبان بالمعنى، وانتم تبارك الله عليكم راكم غادي تفهموا، وغير سمحوا لي وما ديروهاش مني قلة الصواب ولا حتى قلة الاداب، ولكن انا مضطره باش انني نعاود هذه الحكايه بهاد الحقائق ديالها للاستفاده وتاخذوا عبره لانها حقيقه. اذا عزيز عليك تاكل وانت كتسمع شي حاجه جيب شي حاجه تشرب، وانا نقول لكم لنبدا. كتقول صاحبة حكايتنا الليلة اللي اختاريت لها كاسم مستعار هو حفصة، كتقول كنت كنعرف واحد السيد في عمري ما بين 11-12 سنة، كنت كنعرفه ولكن ماشي كانت ما بيناتنا علاقة. خوتنا اللي كبر منا كانوا دايرين واحد الجمعية اللي كيجمعوا فيها الأطفال وكيديروا لنا فيها الأنشطة، وأنا كنت عرفته تما. سنوات كتمر وأنا وصلت للباك، كبرت وأصبحت من الشباب اللي حتى هما كينشطوا دوك الاطفال في ديك الجمعيه الاسلاميه واللي كان ديما معنا في المكتب. في الباك ديالي بداو شي نظرات ديال الاعجاب من الطرف ديالو، وانا كبنت اكيد غادي نعرفهم بلي انهم ما كانوش نظرات اللي هما عاديين ولا بارئين. شديت الباك ديالي واختاريت باش انني ندير جامعه اللي ما كانش في ديك المدينه الصغيره فين تنسكن، مشيت لمدينه كبيره واحده اخرى حدانا فين بديت نقرا. العام الاول كان ديما تيقول لي السلام لاباس واش عندك شي حاجه، اذا احتاجيتي اي حاجه انا هنا. كنت ديما نقول ليه شكرا بارك الله فيك، يعني شي واحد اللي كبرتي وانت كتشوفيه وكان ما بيناتنا الاحترام وما زعمينش على بعضنا. فمن بعد ما داز العام الاول ديال الجامعه غادي يجي لعندي في التالي نتاع ديك السنه وقال لي راكي كتعجبيني من هذه شحال وراني بغيت نكون معك. ما نكذبش عليكم ما بغيتش ودرت فيه، كيفاش انت كتعرف خويا وكتعرفني منين وانا عندي 11 عام ودابا جاي تقول لي هاد الهضره؟ ما تسنيتهاش منك، ولكن انا كنت حاسه به دوك الشوفات ديالو ما كانوش نتاع بحال شي خويا كبير. نقز وقال لي لا ما تفهمينيش غلط، واش تقدري انك تهضري مع داركم؟ انا بغيت نجي نخطبك ناوي المعقول. طبيعه الحال عجبني هاد الخبر وزاد كبر في عيني لانه احترمني، ما بغاش لا يتفلى ولا يتصر. قلت لي واخا ان شاء الله. هضر مع خويا، انا هضرت مع ماما وقلتها لبابا. ما نكذبش عليكم والديا ما بغاوش بحكم انه مازال ما واجدش حتى هو، حيت كان باقي مازال في الجامعه معايا، لكن كان فايتني بسنوات ندخل مع والديا بلي حنا غنقراو بزوج نتعاونوا بزوج نبنيو مستقبلنا بزوج، وحنا راه ما باغينش الحرام. والديا من داك النوع اللي ما تيبغيوش يوقفوا لينا على شي حاجه حنا باغيينها. بابا وافق وقال لي دابا نديروا التعارف وديك الساعه نشوفوا من بعد شنو بغينا، نديروا شي حاجه اللي هي رسميه. المهم جاو عائلته موجته اللي مربياه، درنا التعارف وباه بحكم انه في اوروبا ما قدرش انه يجي، غادي يتكلم مع بابا غير في التليفون. درنا داك التعارف والديا توافقوا، بابا شاف هاد الشاب بلي انه متدين متخلق وبلي هاد السيد بغى يبدا حياته جديده، فقال حنا ما غاديش نوقفوا لكم في الطريق. بابا دار في دماغه بلي انه الشباب حنا خصنا نشجعوهم، قال لهم واخا هنا غادي يلحوا باش انه تكون الخطبه بحال شي عرس، حيت من بعد ما غاديش يكون العرس وحنا غادي نبغيو نستقروا نكملوا قرايتنا ونخدموا. صافي من موراها درنا خطبه اللي كانت كبيره بحال شي عرس، جاو عائلتي وعائلته وحضروا كاملين. المهم بقينا مخطوبين تخيلوا لمده 5 سنين. هو غير من مورا الخطوبه غادي يشد الاجازه ديالو، فما خلانيش انني نسكن في ديك المدينه بوحدي، قال لي سيري غير بدي تجيبي الدروس وجلسي في الدار كتوجدي فيهم. وافقت ويا ريتني ما وافقتش، لانه في ديك الوقت ما كانش خصني انني نوجد من الدار اولا نقرا عن بعد، كان خاصني نكون حاضره. فضع لي عام ديالي وبقيت من هادي لهادي ما كننجحش في هذوك المواد، وبديت كنحس براسي بلي انني فاشله وما بغاش نكمل حيتاش بنيت في مخي واحد البلان تاع زواج اللي كان فاشل. المهم دازت 5 سنين كندور من هنا لهنا، كيبانوا لي صحاباتي كل وحده وفين وصلات، ها اللي توظفات ها اللي خدمات ها اللي تزوجات ها اللي بقرايتها ها اللي طلعت لاوروبا، وانا غير كنرجع للور. والمشكله انني ما بقيتش حتى في بلاصتي. 5 سنين تاع الخطبه درت فيها ستاج واحد
في المدرسه اللي كنت كنقرا فيها. المهم غادي نقرر باش انني غادي نفسخ ديك الخطوبه. جلست مع بابا هو الاول وقلت ليه بابا انا ما تلاش بين ليا في هذا الزواج، بغيت نبدا حياتي وندير داكشي اللي بغيت، لانه اي حاجه بغيت نديرها كان تيقول لي هذاك السيد راه ممنوع، شي تكوين بغيتو راه ممنوع، نجلس عند شي صاحبتي في المدينه اللي فيها لافاك باش نحضر لبعض المواد اللي ضروريين، لا ممنوع. انا بابا دابا راني لقيت راسي وسط قيود اللي ما تربيتش فيهم معاكم. الحمد لله انا والديا كانوا مربيني على الخوف والحشمه والاحترام، ولكن معاه هو كان ممنوع عليا اي حاجه واخا كانت في الصالح ديالي. المهم من بعد ما دويت مع بابا وقلت ليه عافاك اذا ممكن انك تدوي معاهم لاني بغيت نفسخ هذه الخطوبه، ما بقيتش مرتاحه، بغيت نزيد القدام في حياتي، كنشوف راسي غير غدا وكنرجع للور. قال لي صافي كيف ما جيتي وقلتي لي راه فلان بغى يجي يخطبني، حتى دابا غادي ندير لي ريحك معاها بنتي، باغا تفسخي؟ انا ما تيهمونيش الناس، ما كيهمونيش السنوات اللي ضاعوا. علاش قال لي هذا الكلام؟ حيت كنت نقول ليها بابا راه 5 سنين اللي ضاعت لي في حياتي والهضره ديال الناس غادي تتبعنا. قال لي شوفي انا كتهمني بنتي تكون مرتاحه. ماما وخويا قالوا نفس الكلام اللي هو نتاع بابا، حيت صراحه كانوا بحيله ما مرتاحينش وما كانوش قادين انهم يصرحوني به، كانوا خايفين لي يجرحوني. بابا غادي يعيط على باه وقال ليه اودي السي فلان صافي كيف ما تلاقينا خوت نتفارقوا خوت. والبنت ما بقاتش باغا، راه بغات تزيد القدام بحياتها ودير بزاف ديال الحوايج، وولدك راه منعها انها دير هادي وهادي، وانا بنتي عارفها ودير فيها الثقه. باه ما بغاش لكن تقبلها. ما كملتش ساعه مو غادي تعيط على ماما وقالت لها احنا جايين العشيه واش راكم في الدار؟ قالت لها هي احنا كاينين مرحبا. جات هي وولدها وجداه اللي هي امها، جاو تيرغبوا باش اننا ما نتفرقوش. من بعد 5 سنين ديال الخطبه جاو ماشي باش يقولوا باش اننا نرجعوا مع بعضنا، جاو باش انهم يحددوا النهار نتاع العرس. انا ما بغيتش لكن كنت كنحس بشي حاجه قويه مني كتقول لي وافقي، وبقاو عاقلين على هذه النقطه لانني غادي نرجع ليها، لانهم كانوا هازين معاهم شي طلاميس، حيت من بعد غادي نكتشف بلي انه كانت جده شوافه، فبقوه اللي كنا رافضين اللي قالوها ولينا تنقولوا عليها مرحبا. حتى ماما اللي كانت ما داخلش لها شي لراسها ولات كتقول غير حددوا النهار نتاع الزواج اللي غادي يكون من بعد 4 شهور واللي غادي يدوز هاد المده كلها غير تجهيزات وجرى. باختصار حتى وصل النهار ديال الحنة جاب لي الدفوع اللي كان كبير ونتاع تحميره الوجه، كلشي هضر عليه في ديك المدينه وماشي انا اللي طلبته منه، هما من عندهم غادي يديروه. دوزنا العرس، انا درت ليله في دارنا وهو دار ليلته في داره. من بعد غادي يجي يروحني الليله الثالثه اللي مشينا فيها لواحد المدينه واحده اخرى، وهنا غادي تبدا حكايتي الحقيقيه. الليله اللي غادي يديني روحني فيها كان شارب فيها شي حاجه نتاع تقويه. كملوا من راسكم، انا ككل انثى مازال ما تطلقت معاه، مازال ما ارتحيت، ما استوجبتش معاه، اليوم التالي غادي يحاول، علما انه ركزوا على هذه قبل كل محاوله كان تيشرب نفس الحبات اللي ما كانوش تيقضيوا ليه داك الغرض اللي من المفروض انهم يقضيوه ليه. فانا بديت كنهون عليه وتنقول ليه لا راه عادي ربما العيا، حنا راه باقيين صغار وعاد تزوجنا والدنيا راه قدامنا. انا على نيتي من بعد 3 ايام جابوا لي احبابي الفطور ودوك التقاليد اللي كنديروا في بلادنا. ماما كانت شاكه بلي انه كاينه شي حاجه اللي غير طبيعيه في هذا السيد. من بعد غادي تعترف ليا بداكشي اللي غادي نحكي لكم من بعد في القصه. قالت لي بلي انه داك النهار اللي غادي نجيب لك الفطور دخلت للكراج ديال الدار وبديت كنبكي وتنضرب في راسي وتنقول اويلي لمن رميت بنتي لمن عطيتها. ماما اللي غدت لي مسكينه فجابت لي داك 3 ايام، ديك 3 ايام ديالي كيتيقولوا لها، دخلتني لواحد البيت وهي تسولني شنو كاين، واش خرجتي الصبوحي ديالك؟ راني بغيت نشوفوا. ما نكذبش عليكم حنا دارنا ماشي من النوع اللي كيقولوا راه بغينا نشوفوا الصبوحي ديالك، ما كيدخلوش في هاد التفاصيل. قلت لها ويلي يا ماما راه مازال ما كاين حتى شي حاجه وانا عيانه وخفت ومازال ما كاين والو. ماما ميكات ما قالت حتى شي حاجه. من بعد غادي نقرر باش انني نسافر انا وياه، وفي داك السفر كنت كنحس براسي ديما عيانه ومسهسه وفيا الدوخه. هو كان تيعطيني شي فانيده باش انني ندوخ ونبقى ديما دايخه، باش هو اذا دار شي حاجه ماشي عاديه او لا بشي طريقه اللي ماشي امرنا بها الشرع انا ما تكونش على بالي. وانتم فهموني، 3 ايام الاولى كنت عيانه، كنهبط في الدروج نتاع لوطيل وانا غير شاده فيه وغير تنرجع عزكم الله وتنحس براسي ماشي حتى لهي. انا انسانه اللي حركيه وديما نشطه، ولكن ربي فاش كيبغي يفتح الحبده ديالو راه كيفضحوا. واحد الصباح غادي يهبط يجيب لي الفطور في لوطيل وعاود رجع، انا هبطت من السرير ديالي مشيت بالحفه بشويه غير صدفه ولقيت السيد بلي انه كيدير لي شي عجب في كاسي. سولته شنو راك دير؟ تخلع وقال لي والو غير الفيتامينات حيت شفتك راكي عيانه، بغيت نديرو لك باش انك تفيقي شي شويه وتصحصحي. قلت ليه لا انا ما تنشربش هذا الشيء اذا ما عطاش لي الطبيب، وزيدون انا ما عارفاش. قال لي لا راه غير الفيتامين كنت كنشربو انا وامي وجده. قلت ليه واخا ماشي مشكل. دخلت دوشت خرجت وما بغيتش
بغيتش نشرب داك الشيء حيتاش دخلني الوسواس. كيفاش انا ديما سخفانه وديما كنرجع اللي كليت؟ ما بقيتش كنشرب اي حاجه كيعطيها ليا، وليت كنخرج ناكل على برا وهي تحسن الحاله ديالي، وليت مزيانه ومرتاحه ورجعت انا اللي كنعرف راسي. غادي يدوز داك الاسبوع علما انه ما نجحت حتى شي علاقه ما بيناتنا، يعني كانني انا ما كيناش اولا شي انت معاه ما كيناش. المهم هو بدا كيدخل ليا لعقلي بزز مني بلي انا اللي عندي مشاكل جنسيه. تيقته رجعنا من السفر، ماما غادي تسولني مره اخرى نفس السؤال. قلت لها ماما راه مازال مالك ماما كتسوليني نفس السؤال؟ قالت لي لا انا راه امك وبغيت نشوف، حتى اذا ما كاينه شي حاجه نديك عند الطبيب. قالت لي شوف انا راه ما تنشك فيك ولكن بغيت نتاكد وصافي شي حاجه عندي في خاطري. ماما ما كانت شاكه فيا ولكن كانت شاكه في الرجوله نتاع هذا الشخص، انا شافت فيه شي حركه انثويه النهار ديال العرس وبقات مصره على نفس السؤال. قلت لها صافي دابا نجيبو لك فاش يكون، انا راني غير تنخاف. هي والو ما دخلتش لراسها هاد التنخاف، كتقول لي كيفاش كتخافي وانت 5 سنين وانت مع هاد السيد؟ راه ما يمكنش هادشي اللي كتقولي. هو في ديك الوقت كانت تيدير ليا غسيل الدماغ بلي انه المشاكل فيا انا، وفي المقابل ماما كانت كتفيقني بلي انه هادشي راه ماشي طبيعي. الهضره ديال ماما بدات كتدخل ليا لراسي، وما نكذبش عليكم كنت غادي نحماق ديك الوقت. من مورا السفر رجعت للدار، امو رضتني خدامه، نحك الثلاجه نحولوا البيوتة، تخمال ديال العرس كله داس على ظهري. من موراها انا بدا كيدخلني الشك ونقول شي حاجه ماشي حتى لهيه، انا باقا صغيره يلا عندي 19 سنه، كنتهلا في راسي في بيتي في حالتي، كنبقى كنساين فيه ما كيجاوبش بقوه، ما كنبقى كنساين فيه حتى نصصد لي بحوايجي وانا مقاده وشعري مصايب، كيديني النعاس بديك الحاله، كيجي كيعطيني بالظهر كيبقى بحوايجو كينعس بهم. تخيلوا داس شهر نتاع الزواج ومازال ما كاينه حتى شي حاجه، الشك غير غادي وكيزيد. انا كلي ما نكذبش عليكم عندي حقي من الزين وبيوضه وما فياش اللي يتعيب، تنقول انا كلي زعما ما تيحسش باتجاهي حتى بشي حاجه. ما يمكنش شي راجل اذا كان راجل يدير بحال هاد الفعيل. واحد النهار وانا جالسه في بيتي كنت مريضه بزاف، طاحت في بالي واحد السيده كندوي معاها في انستغرام، كانت كدوي معايا الاسبوع الاول ديال العرس، تزوجنا في نفس الوقيته، وقالت لي بلي انه راه حتى انا كنخاف من بعد شهرين غادي ندوي معاها. قلت لها امضره فلانه واش كاينه شي حاجه؟ قالت لي ويلي واش راني ما قلتلكش راني حامله؟ قلت لها ايوا انا راني مازال ما كاينه حتى شي حاجه. قالت لي مازال كتخافي؟ قلت لها اه، وبديت كنقول لها الكلام اللي هو كان كيقول لي راه فيك، وتيقتو انا راه ما فياش. هي غادي تقول لي شوفي غادي نعطيك الواتساب نتاع واحد صاحبتي، هي طبيبه نسائيه، دوي معاها وشرحي لها هادشي. فعلا دويت معاها وشرحت لها شنو كاين، قالت لي راه ما كاينه حتى شي حاجه اللي سميتها برود جنسي وزيدون انت يا صغيره. المهم قالت لي ندير شي تجارب اللي عطاتهم ليا باش انها تشوف واش فعلا فيا المشكل ولا لا. صونت لها وقلت لها النتيجه نتاع دوك التجارب اللي عطاتني، وقالت لي بلي راكي انسانه جد جد عاديه. قالت لي شوفي سمحي لي انا ما غاديش نضرب لك في راجلك ولا نطعن فيه، ولكن راه هو ماشي طبيعي. علاش ما عاودتي ليا مع تفاصيل واحده اخرى اللي كانت قالتهم لي حفصه؟ من الاحسن انك جبدي مع هذا الموضوع. انا صراحه كتقول حفصه ما قدرتش نقول ليها هذا الشيء، لكن الحمد لله كنت ديما تنبكي وكنصلي وتنقول يا ربي بيه ليا شي حاجه. انا بديت كنفيق وكنعيق انه هذا الشيء راه ماشي طبيعي. 5 سنين هو خاطبني، من بعد وليت كنبات بوحدي، وثلاثة نتاع الصباح عاد كيجي كيدخل هو حتى كنكون ناعسه. واحد النهار وانا تنخمل مو بالمناسبه هي على علم ان ولدها راه ماشي طبيعي، وانا تنخمل غادي نحل واحد الفيترينه عندهم اللي فيها الطناجر كبار نتاع العراسات، وتما غادي نلقى واحد البلاستيكه كانت ملويه بسكوتش على واحد الدواء اللي فيها كبسولات. بقيت كنشوف فيها وقلت لها خالتي نتاع من هذا الشيء؟ جات نقصات وقالت لها ريري هذيك راه نتاع فلان اللي هو راجلي. قلت لها ديالاش؟ قالت لي راه الدواء ديالو صاف. وهي دير لي طرن في راسي، كيفاش هو مخبي الدواء في الطنجره نتاع الكوزينه؟ ما يمكنش كاينه شي حاجه. انا شفتها فين حطاتهم، خليتها حتى خرجت، مشيت هزيت واحد الكابسوله وقلبت على السميه ديالها، ولقيت بلي انهم كيتباعوا في السوق السوداء ديال الميريكان. لقيت بلي انهم كيقويوا الانسان جنسيا مع تفاصيل واحده اخرى بالنسبه للرجل اللي كانت خياليه. بقيت كنسول كيفاش هاد السيد صغير ويلا عنده 24 سنه في عمره كيضربها بهاد الكابسولات؟ راه ما يمكنش. انا صديق ديالي هو جوجل، كندخل كنقرا كنكتب بلي انه شاب شحال في عمره واش محتاج لهذا الشيء، تيقولوا بلي راه لا. انا الدنيا بقات كدور بيا، يا ربي شنو ندير وشنو هذا الشيء؟ وليت كل مره كنطوي البلاكار حتى كنلقى شي حبوب من اجل واحد الغرض اللي هو جنسي على الانواع والاشكال. وصراحه انا كل مره كنتفكر هذا الشيء كيبقى فيا راسي، بقيت كل مره كنتصدم وما قادراش ندوي. ماما غادي تقوي عليا الاسئله، وكذبت عليها وقلت لها بلي انه بلي صافي تمت المهمه بخير، وحاولت نختار عليها واحد السيناريو باش انها ما تطلبش مني الدليل.
المهم بقيت مغطي عليه حتى لواحد النهار كانت كتجمع معايا امو قالت لي فراسك حفصه بلي انه فلان ملي كان صغير تعداو عليه اللي هو راجلي. قلت ليها كيفاش تعداو عليه؟ قالت لي راه ولد خالته تعدى عليه وكانت في عمره 6 سنين. قلت لها وعلاش خالتي ما قلتيهاش ليا؟ قالت لي على هو راه ما قالهاش لي. قلت لها لا. قالت لي راه تعدى عليه ولد خالته ومشينا عند الطبيب وفضلنا اننا نغطيو هذه القضيه بالفلوس. وتخيلوا تخيلوا والعياذ بالله هاد ولد خالته اللي كاين في اوروبا وقت ما جا كان معاه على علاقه والسيد كان عاجبه الحال. انا دخلت كنقلب مره اخرى وكنلقى بلي انه الناس اللي هما كيتعرضوا للاغتصاب منين هما صغار وكيولي كيتمارس عليهم من بعد هما تيولفوه وتيولي عندهم ميول من نوع اخر اللي خارج الطبيعه. في ذاك الوقت كانت مدرستي اللي كنت كنقرا فيها عندها خصص في الاساتذه عيطوا عليا باش انني نخدم ديك السنه والحمد لله انني لقيت فراغ فين نخوي داكشي اللي عندي ونلقى فين نمشيو معاه من نهضر. كون بقيت غير في الدار كون حماقيت. كل مره كنت كنكتشف شي حاجه والطمه الكبرى غادي نكتشف بلي انه جذاب لي سحاره شوافه. واحد النهار جارتي اللي كاينه الفوق مني دمزت مع راجلها وقال لها صافي خرجي عليا هي غادي تهبط لعندنا كتبكي. حماتي قالت لها سيري جيبي لي السنيده. بقات كتقاد شي عجب هي امها وكتقرا عليه وكتدفل وانا كنشوفه مصدومه. قالت لها ايوا سيري شتتيه في الدروج في الطلعه ديالكم وحطيه في الناموسيه تحت الخديه ديالو وفي الدخله ديال الباب وهاد الليله والله لا خرجتي من دارك. فعلا ديك الليله باتت معها فرحانين لغد ليه مشاو سافروا كيتسارو. انا كي شفت لغد ليه بلي انه السيده شاده فيه متفاهمين وخارجين قلت لخالتي علاش خالتي منين كنتي عارفه هاد الشيء علاش انا كنقيل مدابزه مع ولدك ما درتي لينا حتى شي حاجه. انا غير بالضحك غادي تقول لي بكل استفزاز انتي ولدي كدابزو غير على الفراش. وهنا تصرفقت وفهمت بلي انا والسيده كانت عارفه كل شيء على ولدها علما اني ما تنقول ليها حتى شي حاجه. سولتها شكون قال لك هذا الكلام؟ قالت لي وانا راني كنعرف. بطبيعه الحال انا نكرت حيتاش ما بغيتش الاسرار ديالو يخرجوا من بيتي. تاكدت بلي انه هو دايرني غير طريق باش يحيد اصابع الاتهام لعباد الله اللي موجهينها لموجهين عليه وحنا ما كناش عارفين. الناس يقولوا كيفاش ديك السيده مع 5 سنين وتزوجات به يعني ما يمكنش شنو اللي معروف عليه. المهم انا باقا فداك الوسواس والشك في مخي كيدور. حتى واحد النهار كنت خارجه انا وياه وقلت ليه شوف ولد الناس انا وياك ما بقيناش مفاهمين والعلاقه ديالنا ولات مسمومه وغير كتهمني ويلا 6 شهور باش مزوجين شوف علاش ما نتفرقوش حبيا بلا مشاكل بلا والو الله يسهل عليك وعليا. وهنا كانت الصدمه. غادي يقول لي كيفاش نتفارق معاك؟ نتفارق معاك انا باش تمشي تبدليني؟ المهم ما تقالتش بهذه الطريقه كانت تقالت اكثر قبحا في الواقع. قلت لي شنو هذا الكلام؟ بقيت حاله فمي وما قدرتش نجاوب وزدت غير تنبكي وتقلب الموضوع. لكن هاد الهضره ما تنساتش وما فاتتش مرور الكرام بقات كدور ليا حتى هي في راسي. كرهت وحسيت بالخنقه وما عنديش لمن نعاود هاد الشيء وكنرد غير لخاطري. ما قدرتش نعاود لماما لانني كذبت عليها فبقيت كنبكي وكنصلي وكنطلب من مولانا انه يدير لي شي مخرج ويدير لي شي تسليكه. كنت نبات نبكي عفت وكرهته وما قدرتش نكون معاه وفي نفس الوقت ما كنتش قادره ندير حتى شي حاجه. تخيلوا الله العظيم كنعس بالبينوار ديالي والشال ديالي ومكمشه في راسي بحال شي يتيمه وما بقيت لا نحمل ولا حتى نسمع صوته. ما قدرتش على النظرات ديال الناس. البارح تزوج واليوم طلقت المدينة صغيرة وديما العيب في البنت وعائلتي شنو غادي نقول ليهم. صبرت على الحكام تاع العدوزة والعذاب ديالها واخا انا صراحة ما تنحملش هذا اللقب ولكن في هذه الحالة غادي نقولوا تتقول حفصة صبرت على السيطرة ديالها ونخدم مع 8 ديال الصباح نلقاهم ناعسين نجي مع 12 ونص ديال النهار كنلقاهم عاد فايقين عاد نجي نوقف نجمع الفطور وانا مدوزة نص نهار ديال الخدمة بالجوع ونوقف ندير الغداء ونمشي عاوتاني الخدمة بلا به. والله العظيم الا صباطيده لبستو مع 7:30 ديال الصباح ما كنحيدو حتى 6:30 ديال العشيه. المهم كانت مني الخدمه والدار دازت عليا تماره وانا غير ساكته وما قداش نهضر وما عنديش لمن نهضر ما عندي غير خواتات لا صحابات في منطق. بقيت على هاد الحاله 7 شهور نتاع الزواج من موراها ربي فاش يبغي يفتح شي ظالم كيفتحو. كنت خارجه مع 5:30 ديال العشيه وجدت لهم الكوتي مشيت كنوجد الدروس ديالي. وجدة كانت باغا تغسل وقلت لها نوضي جدا نغسل لك مهما داكشي اللي تاهي كانت كدير. نوض سخنت ليها الدوش. تخيلوا ديك الطاقه اللي ما كنتش كنخرجها بالبكا كنت كنخرجها غير في الشقه والتسخار عليهم. المهم دخلتها دوشت ليها لبست ليها الحويجات ديالها وبدات تدعي معايا وانا من اعماق قلبي تنقولها يا ربي امين يا ربي امين. جارتنا حتى هي كانت حامله كان عندها مشكل انه ما كانش خصها تحرك بزاف. انا ديك العشيه عيطت ليها وقلت لها هبطي نغسل ليك. قالت لي لا بلاش اختي. قلت لها غير هبطي راه الدوش سخون غير اجي. عرفتو تهليت فيها من راسها
تل رجليها وقدامها بدات تدعي معايا من قلبها ونقول يا ربي يمين يا ربي يمين. تصوروا لغد اللي خرجت نخدم رجعت مع 12 شانس ومع كان الاربع العشيه ما كنتش كنخدم. العجوزه عارفه انه ديما عندي هاد العشيه خاويه، ديما كتجبد لي شي حاجه انني نديرها نتاع الشقه، شي عراضه شي تخمال شي مسيح. المهم انا في الدخله نتاع الدروج غادي نلقاها مستفه ليا السدادر، ما هضرتش طلعت حطيت الساك ديالي في بيتي، بدلت حوايجي، مشيت سيخت داك البيت، بدلت داك الفراش، خملت الكوزينه. وداك النهار كانت هي صايمه قدت ليها الفطور ديالها، وفي نفس النهار كانت ماما جايه عندي باش اننا نمشيو نطلو على نساب نتاع خويا. انا علمت عكوزتي المهم غادي تبغي تجبد معايا الصداع وما غاديش نديها فيها. ماما فجات ما عجبهاش الحال على الحاله اللي انا فيها، ولكن ما قدرتش تهضر. دخلت قالت السلام، هي فاش شافت ماما مشات دخلت زعما باش انها تصلي، ما بغاتش تسلم عليها. سالات كي جات قالت لماما ايوا هي كاع ما قالتهاش لراجلها وغادي تخرج. قالت دارت عندي ماما قالت لي واش قلتيها ليه؟ قلت لها اه قلتها ليه. قالت لي ايوا انا ما بغيتكش تمشي، ما عنديش مع دوك الناس ما تمشيش لعندهم. قالت لها ماما واش هاد الكلام فلانة كتقوليه في وجهي لبنتي من موراي كيفاش كتعاملي معاها؟ المهم نتناقشت مع ماما، انا بقيت كنصفي الخواطر ما بينهم ونبرد، وهي تقول لي ماما يا اما تتبعيني تخرجي اولا غتبقاي هنا. قلت لها انا جايه معاك. لبست حوايجي وعرفت هذاك النهار انا ما غاديش نرجع لهاد الدار. هزيت الكتبه ديالي ديال الخدمه ومشيت نهز الباليزه ديالي الصغيره باش نحط فيها واحد زوج تبديلات ديولي. جات عدوزتي حلت عليا الباب قالت لي حتى حاجه ما تخرج من بيت ولدي. قلت لها اش وصلنا لهذا الشيء خالتي؟ راني غادا مع ماما غير واحد يومين ونرتاح ونعاود نرجع. قالت لي اسمعي حفصه راني قلت لك حتى شي حاجه ما تخرج من دار ولدي، باغا تخرجي مع امك يلا برا. قالت لها ماما عمركم باقي مازال تشوفوا بنتي هنا. انا ما نكذبش عليكم كنت فرحانه حيت جاني سبب. هما اصلا كانوا دايرين لي سبب باش مو تحيد عليه الاتهامات اللي هما اصلا صحاح. المهم تسمى ولدها بلي انه مزوج. انا في هذه الاثناء بديت نرجع السنته وكنتفكر بلي انه السيد كانوا كيعيطوا عليه النوامر نتاع الرجال ويقول الو سي فلان ويهرب من حدايا باش انه ما يجاوبش، ولا يدخل للدار والتليفون ديالو طافي. فهمت بلي انه جايبني باش نخطي عليه. امه جايباني خماسه عندها من سيمانتي الاولى بعد العرس كنت كنحك ليها الثلاجة من غير انها كتحرشوا عليا، واذا مشيت نخدم كنلقى بيتي ديما ناقصه منه شي حاجه. المهم نرجعوا فاش خرجت مع ماما. خرجت بالحوايج اللي كانوا فوق مداري وصاكي اللي كانوا فيه المسائل ديالي ديال المدرسه. خرجت ديك الليله وانا في قمه الفرحه. ديك الليله من بعد اشهر وانا ما كنعش مرتاحه غادي نطيح حدوده بحال شي حمل ثقيل حيتهم فوق مكتافي. ما فكرتش في شنو هاد الشيء درت، فكرت غير في واخيرا ما غاديش نرجع لديك الدار. ديك الليله دارنا ما دواوش معايا لا قلت لي كذلك. من بعد خويا قال لي دابا هاد الشيء انا ما فهمتوش عافاك فهمي ليا. قلت لي راه مو كتحكم فيا بزاف وما عندوش شخصيه وما قادش يدافع عليا قدامها. انا صافي ما بقاش باغا دار فيا وقال لي خويا قال لي دار فيا وقال لي كيفاش انت البارح باغيه وكتسني 5 سنين ودابا لا صافي ما باغاش فهمي عليا عافاك. قلت لي لا صافي صافي. بقيت كنتهرب من الموضوع. من بعد اسبوع اللي كنت عايشه فيه فراشه بحال تحررت من شي سجن كنت فيه. من بعد غادي نمشي لعند خويا وقال ليه انا راه باغيها وحتى اذا ما بغاش انا راني مسجله. قال لي خويا كيفاش مسجله؟ كان هو مسجل بعض النقاشات اللي فيهم كنت نقول ليه انا بغيت نمشي في حالي وما غاديش نجلس هنا. سكري بيت وكوزينه وغدا نمشي معاك ليهم، لكن ربي شد عليه الدليل حتى اذا بغى يسمعوا الناس غيقولوا بلي انهم مو مكرفصه عليها. قال لي المهم غدا اذا دعيتها للمحكمه ديال الاسره راه غادي نرجع بزز منها. دار في خويا وقال لي حنا وصلنا لمحكمه الاسره والتسجيل. المهم تناقشوا مع بعضهم ما تفهموش. جا عندي خويا قال لي شنو وقع. قلت له صافي ملي مسجلني دابا انا اللي خاصني نتابعه لانه الله اعلم شنو مسجل عليا وانا في وسط داري. قلت له وعلى هادشي اللي قال لك انا ما تليتش راجع معاه؟ انا اصلا كنت نقلب على الاسباب باش ما نفضحش الميول ديالو ونخليه مستور حتى اذا جاب الله تلاقيت بشي ولد الناس واحد اخر وعاودت معاه حياتي ما كنتش غادي نقول ليه هذا السر حتى الليله نتاع العرس لانه غيعرف بلي انني لازلت عذراء. المهم انا كنت بغيت غير نتفك على خير من هاد العلاقه. خويا قال لي اذا ما راكش ناويه ترجعي ليه ما تزيديش معاه حتى شي كلمه باش ما يشد عليك حتى شي حاجه. المهم عاوتاني دار مع خويا باش انه يهضر معاه عليا في قرار اخير، وهنا كانت صدمه من نوع اخر. تلاقاو والراجل اللي هزيت ليه الهم وما بغيتش انني نفضحه وكذبت على ماما ومرضت نفسي لمده 8 شهور غادي تلاقى مع خويا وهو كان باغي يردني باي وسيله كانت. قال ليه انا درت معاها ودرت معاها وكنت معاها راجل ولد عائله. المهم داك الكلام نتاع اللي ما كاينش اصلا. وهو يقول ليه شوف انا اصلا بغيت نقول لك واحد الحاجه، اختك ماشي شريفه. خويا الارض دارت به تصدم وقال لي كيفاش اختي مع من كانت هاد السنوات؟ انا كنعرفها مزيان وانت اول واحد
عرفاتو في حياتها 5 سنين وهي كتسناك، واذا كانت شي حاجه بطبيعه الحال راه معاك غير انت. اجي نقول لك الشريف، ملي لقيتي فيها هذا المشكل علاش قبلتي عليها وما صونتيش عليا وقلتي لي ولا لباها شنو كاين؟ علاش امك ما صوناتش على امها وتقول لها هذا الكلام؟ علاش ما ديتيهاش عند الطبيب؟ الحمد لله الطبيب راه تقدم. قال لي خويا الا ما عندكش باش دي اختي رجعها ليا انا نديها لعند الطبيب. خويا جا للدار شاعل وقال لي جلسي بغيت ندوي معاك. قال لي شوفي حفصه راني تلاقيت مع داك بنادم وها شنو قال لي. انا بقيت كندافع على راسي طبيعي، وحتى لهنا خويا راه مازال ما قال لي حتى شي حاجه من داك الباطل اللي نزل عليا داك الشيطان. قال لي راه قال لي واحد الحاجه وطلب مني انها تبقى سر ما بيناتنا. قلت ليه لا قول لي شنو هي، وهو يقولها لي. ما تخيلوش الصدمه اللي حسيت بها انا ذاك. بقيت نضرب في خاضي وفي راسي وفي وجهي وكان ويل اويلي هاد المده كلها وانا كنكذب على راسي ووالديا. وفي التالي سيمانه خرجت من داري، خرج عليا بلي انني عديمه الشرف. بقيت نبكي ويقول لي خويا علاش دابا كتبكي؟ قلت له هادشي كله كذوب، هادشي كله كذوب. صافي صافي دابا فضح طرطق رمانه، جلسوا دابا انا دابا غادي نفرتكها وماشي غير غادي نطرطقها. تما بديت من اول ليله وتاني ليله اللي كان فيها الدواء اللي كان كيدوخني به، واش كان بغي تجربيه ولا يدخل عليا شي حد ولا يدخل بطريقته الله اعلم. حكيت لهم كل شيء من 8 ديال الليل وانا تنحكي لدارنا حتى 7 تاع الصباح. ماما مسكينه كتبكي، خوتي مصدومين كتقول يا ماما شفتي كل ما شفتكش كنتي مكرفصه كرفستك هنا طلعتي الدل علينا. خويا بقى غير مصدوم. خويا صغير كيقول لي علاش حفصه اختي ما كنتيش كتعاودي لينا هذا الشيء؟ واش كنتي كتحسي بلي اننا بلي حنا ما كناش باغيينك؟ علاش هزيتي هذا الدل والهم؟ خويا الكبير تلف وما عرف شنو تيق ولا شنو يدير، ما عرف شنو اللي صحيح وشنو اللي غلط. هنا بداو الحرب معايا، بداو الحرب مع وحده اللي سترات وكذبت على اهلها على ودو. اول حاجه مو غادي دير هي غادي تبدا تخرج للعرايد عند عباد الله وتقول لهم راه ما لقيناهاش بشرفه وولدي كان سترها. هو كان تيمشي لعند الدراري وكيقول لهم نفس الهضره. تكرفصت وتشوهت والناس ولاو كيشوفوا فيا نص شوفه كلها شبهات، وانا من صغري بنت غاده غير بجنب الحيط. تحجبت على 12 سنه بكل فرحه وقوره. جا واحد شوهني وسط المدينه بلي انه انا ماشي شريفه. خويا قال لي لا غد لي رجلي برجليك عند الطبيب نسمع بودني. قلت لي بسم الله. فعلا ماما مشات معايا ديك البلاصه فين الطبيبه غادي تفحصني، كانت مفتوحه على البيرو باش ماما تشهد على كل شيء. مشيت عندها على اساس انا ما مزوجاش، يعني ما عارفاش شنو كاين. من بعد الطبيبه جات عند ماما قالت لها مبروكه لاله بنتك راه مازال كيف ولدتيها. تخيلوا ماما كتبكي بغات حماق قبل بكا بكاء هستيري. انا فرحانه حيت كنت باغاهم يسمعوا هاد الهضره. الطبيبه سمحت فيا ومشات كتجري لعند ماما. مالك لاله؟ قالت لها ماما جمله واحده، البنت مشهوره دكتوره وهي عند الراجل وبقى عزبه. الطبيبه حيدت نظرها تعصبت علينا، علاش ما قلتوش ليا بلي انك راكي مزوجه؟ فهميني دابا هاد القضيه. بعدا شحال بكيت على الطبيبه وانا كنعاود بحيره طاح عليا الضيم من جديد. علاش ما دوزت عاودت على اتصالي بالطبيبه النسائيه الاولى اللي وقفت معايا باش انا نعرف واش فيا المشكل بصح ولا لا. المهم كتبت لي شهاده طبيه وقالت لي بلي انه بلي بهادي غادي تدخلي الحبس حتى عند القاضي وغادي يفهم شحال وحنا مع ديك الطبيبه، لدرجه انه غادي تانولي كاع المواعيد اللي عندها. ودوزت معنا وقت طويل كنعاودوا ليها وكتعطينا حلول. ديت ديك شهاده طبيه ودرنا هما اللي كانوا كيديوني وكيجيبوني للخدمه. نهار الخميس بقى كنعقل كنت خارجه وهي تصوني ليا ماما قالت لي راه المعاون القضائي راجل عندنا. هي تفعفعات خافت ما عرفاتش شنو دير، عطاها بريه. ماما جات تسد الباب غادي تلقاه هو اللي جايب داك المعاون القضائي في الطوموبيل ديالو. جيت نقرا ديك الورقه لقيت فيها بلي انه بغاني نرجع للبيت الزوجيه عاجلا. انا صورتها لخويا، بابا ما كانش معنا في هاد الوقيته مع خدام في مدينه واحده اخرى. المهم باختصار مفيد بزاف ديال الاحداث، شدينا محامي كبير عطانا التفاصيل وطلبنا منه باش انه يعجل بالطلاق. بدينا كنجمعوا في الاوراق مجموعين. واحد النهار كان هو ضربني وطحت كريز، مشيت للسبيطار. مشيت لذاك السبيطار اللي غادي نجيب منه شهاده اللي فيها كان وقف معايا واحد الفرملي حيت بانت لي الاماره ديال الضربه في وجهي. المهم غادي يطبعها ليا وغادي يعطيها ليا. كانوا تفاصيل واحد اخرين اللي قدام القضيه اللي ربي نصرني فيهم، وشفت الانهزام في عينيه وفي عيني نمو. القضيه غادي تقول بلي انه الملف غادي يتسد اليوم وغدا غادي نتطلق بالحكم. كلشي غادي تصدم. الا فيكم شي وحده كتفرج فيا غادي تعرف بلي انه طلاق ما تيكونش بهذه السهوله. قال لي المحامي ديالي بلي انه كان غادي يكون اسرع طلاق في المغرب هو ديالي، لانه الطلاق تياخد وقت على الاقل شهر شهرين ما بين طلوع ونزول. المحامي وقف معايا بزاف وكان كيحلف ليا بلي انه اول وحده كيشدها الملف ديالها اللي داخل في هادشي ديال الاسره هي انا. كان عنده ضمير، شجعني وعاني. قال لي ما تهمكش بنتي هو يدخل الحبس ولا لا، هادشي كامل راه فيه الطلوع والهبوط، ومن غدا ندخلوا الحبس اذا بغيتي. وهذا الانسان ماشي نتاع وجهك انت، لكن انت واش غادي تكوني مرتاحه مع الطلوع والنزول؟ عندك 20 سنه،
هنا فين بدات حياتك. سيري ديري تكوين واحد اخر، شدي الاجازه ديالك، حيت هادشي اللي دخلتي فيه غادي يزيد يدمرك اكثر. انا بنتي بغيتك من هذه الجلسه ترمي كل شيء من موراك وتركزي على حياتك. من بعد اسبوع تطلقت وكيف انتشر في ديك المدينه خبر خايبه، ديك الساعه غادي تنتشر خبر زوينه، ومن المحكمه غادي تعرف شكون هو، علاش طلقته وماشي هو اللي طلقني، وشنو دار. علما انني وصلت المحكمه ما فضحتوش، والله العظيم ما فضحته. المحامي اللي تكلف باش انه يفضحه غير بالشهادات. الحمد لله انني ماشي انا اللي شوهته كيف هو شوهني، سترته وربي دار ليا مخرج. الحمد لله اللي تلاقاني كيقول لي مبروك عليك وعلى سلامتك وشحال وحنا شاكين فيه. الحمد لله انني تفكيت منه كيف الشعره من العجينه من كاع دوك المعاناه والمشاكل، وليت كنخرج براسي مرفوع وفرحانه. ربي شاف الظلم اللي تعرضت ليه وما فضحتوش. كملت داك العام وليت كنحس راسي بلي انني يلاه ابتديت من جديد، وليت ممتنه لاي حاجه كنعيشها في حياتي. عمرني ما شفت شي وحده كتفرح وهي كتطلق من غيري انا، لدرجه انني لغيت فكره الزواج من حياتي. من موراها بعام ربي دخل في حياتي واحد الشخص وتزوجت به وخرجت للخارج، وعوضني مولانا على كل شيء به. عرفني على الحب، على الزواج وعلى الرجوله، دار لي قيمه وسط حبابه، وحسسني بلي انني مراه ومفتخر بيا وبلي انني كائن حي وبلي كيستاهلني وكنستاهلو. باختصار مفيد، من بعد هذا الشيء كله اللي كان في حكايتي، رسالتي لكل بنت، عافاك، قرايتك هي الاولى، حققي اهدافك، ديري داكشي اللي كتبغي، ربحي الثقه ديال والديك وما تغطسيش ريوسهم في التراب. سافري، خدمي في احترام وفي حدود. الراجل راه جاي والزواج حتى هو جاي. عمرك ما تسرعي ولا تسمحي في قرايتك على ود شي واحد. قرايتك راه العلم ديالك هو اللي تيدير لك قيمه وسط المجتمع. اذا طلقتي راه ماشي نهايه العالم، عطي فرصه لراسك وما تضحيش على شي واحد ما كيستاهلكش، وما تعطيش اكثر من القياس او اكثر من قيمته او لا اكثر من الجهد ديالك. بغي راسك هو الاول باش الناس يبغيوك. منين تكوني تقراي ما تبني حتى شي مشروع في الزواج مع شي واحد اخر، ما تبني حتى شي مشروع نتاع الزواج في مخك، لانه غير انت بمجرد ما كتدخلي لراسك صافي كترخاي كتستسلمي، وما كيبقاش عندك لا طموح انك تكملي ولا حافز باش انك تنجحي، وهذاك الشخص كيبقى كيلهي فيك. هذه هي كانت حكايتي، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها. وهذه هي كانت حكايه حفصه، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. من فضلكم كيف العاده خليوا شي كلمه زوينه لحفصه، لانه مهما السلبيات اللي عشناها معها عطاتنا الايجابيه في هذه القصه، عطاتنا نهايه اللي هي جميله ورغم المعاناه، عطاتنا درس في التفاؤل اللي ما عمرها ما استسلمات وبقات ديما كتدق باب مولانا. هذه كانت حكايتنا، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.